ومشاهدينا، فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم سنسلط الضوء من خلالها على إحدى المبادرات الشبابية والتي انطلقت بمبادرة وتطوع من طلاب من جامعة آل البيت. هذه المبادرة حول مجلس الشباب البلدي لمحافظة المفرق. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بضيوفي القادمين من المفرق في هذا الصباح الباكر. طلاب هيك يعني بعطونا تفاؤل الصباح، صباحي بأنه الوطن إن شاء الله بأبنائه بخير. فمنرحب أجمل ترحيب بأسامة حلمي أبو سماجة. أهلا وسهلا فيك يا أسامة، وحضرتك أنت المشرف على هذه المبادرة والمنسق لها العام، إحنا بنسميه. أهلا وسهلا فيك. وأيضا اسمحوا لي أرحب بسميرة أبو سماقة. أهلا وسهلا فيك، طالبة أيضا من جامعة آل البيت كلية التمريض، وحضرتك أيضا مشرفة على المتطوعين ومتطوعة أيضا في هاي المبادرة. أهلا وسهلا فيكم أسامة. بس ناخذ فكرة عن هاي المبادرة اللي كانت فعلا، أنا بدي أحيي طلاب جامعة آل البيت، وأنا كثير انبسطت بأنه مثلا أنت طالب كلية هندسة وسميرة طالبة تمريض، واحنا بنعرف هاي الكليات العلميه بدها دراسه، فالعمل خلينا نحكي اللامنهجي والتطوعي والنشاطات اللامنهجيه يعني بدها وقت، واذا ما كانت بحب شخصي ودافع شخصي فما بيستمر فيها الانسان. انا بدي احييكم، اهلا وسهلا فيكم. كل الاحترام. الله يخليك. ناخذ فكره اسامه عن هاي المبادره. بدايه صباح الخير، وصباح الخير للمشاهدين. صراحه مبادره مجلس الشباب البلدي هي منبثقة عن مشروع الشباب والبلديات المنطوي تحت مظلة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني. هاي المبادرة أتت لتعزيز الدور التنموي الثقافي للمجالس البلدية، كونها هي مش بس مجالس خدمية، ودائما من فرضية أنه أو مقولة اللي بالمجتمع أنه الحاجة أم الاختراع، فإذا كان المحتاج صراحة منغلق عقله منغلق وما عنده أفكار فمش راح يخترع اي شيء، لكن بصراحه اذا كان المحتاج عقليته منفتحه، عنده ثقافه، عنده ادراك لما يدور حوله، راح يخترع كل شيء ولو من لا شيء. طبعا هذا اللي المقوله هاي وهذا المفهوم بيفيدنا بانه المجالس البلديه لو ما كانت في هناك ميزانيات ممكن من ثقافتها ومن الافكار اللي بابناء المجتمع فيها المناطق اللي تشملها بتطلع اشياء وتخترع الحاجات من تنظيف، من حملات النظافه، من دهن الارصفه، من منصات للثقافيه. هذا المهمة اللي احنا يعني نسعى. انت مؤمن اسامه بانه الجهات الرسميه لوحدها يعني ليس عليها المسؤوليه لحالها، المجتمع المحلي كمان لازم يشارك. صراحه المجتمع المدني عليه عبء كبير ويتحمل على عاتقه مسؤوليه كبيره، وحتى المجالس البلدية يعني تاريخ المجلس البلدي ما قبل تأسيس الإمارة من 1880 تقريبا تأسس أول مجلس بالمملكة اللي هو مجلس إربد، وكان له قوة في العمل السياسي والاجتماعي حتى الاقتصادي، وكانت عبارة عن حكومة مصغرة. كذلك ستلانا المجلس بتاريخه المجالس البلدية قانون كان يحمي فكرة اللامركزية، والآن الحكومة والمجلس النواب قاعد بيحيي هاي الفكرة لأنه تعطي أهمية لدور المجلس وقوة. المجتمع المدني، برجع عشان ما بنضيع متشتت، المجتمع المدني سواء بالمؤسسات أهلية، من أبناء المجتمع، من شباب، من أطفال، حتى الأطفال في المدارس عليهم طبعا عبء كبير طبعاً. بس إحنا بدنا وعي لأبنائنا. يعني أنا الصبح وإحنا كنا بنحكي برا الكاميرات فبحكي إنه أنا بكون مبسوطة لما أشوف هيك في شباب واعيين، في طلاب واعيين متحملين للمسؤولية. للأسف إحنا دائما نتهم هذا الجيل بأنه جيل يعني لا يتحمل المسؤولية، لكن لا، في جيل بيتحمل المسؤولية، وهذا بعود للتربية نفسها، كيف نعلم أبنائنا المسؤولية. سميرة كمان يعني خلينا نحكي، أنت متطوعة وانضميتي لهاي المبادرة والآن مشرفة أيضا على المتطوعين، نحكي عن كيف انضمامك للمبادرة، وأنت شو الهدف من أنه أنت طالبة على مقاعد التمريض عندك التزاماتك الدراسية تنضمي لمبادرات تطوعية؟ أول شيء أنا اندمجت للمبادرات ومجال التطوع إيمانا بهذا الجانب من حياة الإنسان. تطوع طبعا له بيشمل مفهوم واسع له، أول شيء هو أساس المبادرة، وكمان التطوع يعني من رأس سماته الإيثار، فنحن يعني لما الإنسان يكون عنده إيثار لخدمة المجتمع وخدمة الناس أكيد حيكون إنسان فاعل وناجح. كمان أكيد يعني دوري أو هدفي، الهدف اللي إحنا كنا كشباب خدمة المجتمع، وكمان نستمد طبعا هذا شيء
من الأولويات لنا، نستمد قوتنا من جلالة سيدنا. طبعا أنت فرسان التغيير يعني. نستمد قوتنا المعنوية من جلالة الملك من خلال دعمه واهتمامه بقطاع الشباب، كون المجتمع الأردني زي ما بنعرف مجتمع فتي، يعني الأغلب في فئة الشباب. برضو كمان تستمد رؤية جلالة تستند رؤية جلالة الملك عبد الله على بالنسبة للشباب، على إدراك أهمية مشاركة الشباب والتواصل معهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم ورعايتهم وترسيخ مبدأ ترسيخ أهمية جذور أهمية نهج المواطنة للشباب. وكمان دائما بأكد جلالة الملك على دور الشباب من خلال من مقولاته شبابهم مستقبل طبعاً الأردن، طبعا كبيرة من مجتمعنا عماد المستقبل الأردني يعني. أكيد يعني إذا إحنا يعني أصلحنا إحنا الشباب كون الفئة الأكبر بدأنا بخدمة المجتمع وإصلاح أنفسنا أكيد حينعكس بشيء إيجابي. نعم شكرا لك سميرة. شو عملتوا من نشاطات أسامة في هاي المبادرة؟ أنتوا بلشتوا في أي شهر؟ بلشنا تقريبا قبل سنة من بداية الفصل الأول. كان المشروع هو الواحد كيف شو مفهوم الحكم المحلي، شو مفهوم اللامركزية، شو مفهوم العمل البلدي. صراحة كنا نأخذ ورش عمل في الجامعة بتعاون، كان المعهد يتعاون مع عماد شؤون الطلبة، كان هاي الحلقات الحوار والورش العمل كانت في الجامعة. لما أدركنا هذا الهم الكبير اللي على يقع على عاتق أبناء المجتمع، تحملنا وأخذنا بعين الاعتبار أنه لازم نتحرك في المجتمع. إحنا الشباب إذا ما تحركنا صراحة مش راح يتعدى وقتنا وما نترك أي بصمة. ترى في الزمن هو عبارة عن تاريخ يكتب كل لحظة، حتى المستقبل سيكتب ويصبح تاريخ، وكل جيل لازم يحط بصمة. شو اشتغلنا إحنا في المفرق؟ عملنا صراحة حملات نظافة، حملات هاي حملات شعبية، حملات دهان الأرصفة، لكن عندنا كمان قاعدين بصراحة نحتاج لتمويل إحنا. قضية التمويل قضية هامة، يعني من وين بتتلقوا التمويل؟ أنتوا مين بدعمكم؟ من القطاع الخاص. تعرف المجلس البلدي فكرته إنه يكون قرين للمجلس البلدي المنتخب وتحمل بعض مهامه. المجلس المنتخب يقع على عاتقه إنه أكثر من ثلثي مهمة خدمية. إحنا نحاول جاهدين إنه نتحمل أكثر من مهمة. همنا الأول الثقافة. صراحة أبناء المفرق عندهم هم إنه متى تصير المفرق عاصمة الثقافة. هذا هم لأبناء المفرق. هو حق يعني. يعني حق يعني زي هي ما بتأخذها معظم المحافظات. فحق يعني بيجيكم الدور، لكن هذا بيعتمد على الأنشطة الثقافية في المجتمع المحلي في المفرق. بصراحة خلال الأيام الجاية رح نعمل منصة ثقافية متنقلة بالميادين والدوائر في المفرق. رح يكون من ضمنها مسابقات ثقافية وإعطاء طابع وإبراز هوية المجتمع المفرقي. هاي من أول هم لنا خلال الأسابيع القادمة. رح نتعاون بصراحة مع القطاع الخاص، أي مستثمر في المفرق وعنده بناية احنا راح نقدم له ديكورات تراثية. هذا بصراحة يبرز طابع خاص يعطيها لأهل المفرق. يعني بصراحة كمان احنا مداخل المفرق متشعبة، في عندنا مدخل من محافظة إربد، مدخل من جرش، مدخل من كل هذه. بصراحة المداخل ما بتعطي هيك صورة واضحة أول ما يدخلها الزائر. صحيح. هذا كمان أهم لنا أن نعيد ونرمم مداخل المفرق. صحيح، يعني أنا حتى هاي الملاحظة لاحظتها، مداخل المفرق يجب إعادة النظر فيها مرة ثانية حتى تعطي طابع للمدينة. سميرة، أنا بدي أسأل، يعني أنا بيهمني كتير أن يكون العمل التطوعي مش فزعة. أكيد. يعني إحنا بنتشجع ونتحمس وبدنا نبلش فيها بس تنتهي كل واحد بروح في حياته، يعني ما في استمرارية إلها. هلا كمشرفة على العمل التطوعي، كيف بتوصفي لنا تنظيمكم لهذا العمل التطوعي؟ كيف بتتابعوا مع المتطوعين؟ كيف بتشوفي همة المتطوعين نفسهم للاستمرار، وخاصة إحنا بنحكي عن طلاب؟ إحنا بنتابع مع المتطوعين، طبعاً بنتابع مع المتطوعين يعني، ومن خلال ورش عمل نعملها بنشوف قدراتهم وشو مجالات عملهم بإيش بفيدونا. يعني
ونشوف أفكارهم فنستفيد. يعني نخلي إحنا يعني هدفنا إنه مجتمع مندمج بكل فئاته، ممكن ندخل شباب الجامعة، ممكن ندخل شباب يعني المدارس، يعني نشمل كافة الفئات. برضو كمان يعني إحنا همنا كشباب المفرق برضو زي ما حكى زميلي البحث عن المؤسسات الثقافية اللي إلها يد في بناء المجتمع المندمج والمثقف والواعي والمدرك لما يدور حوله. وكمان وبرضو كمان يعني المتطوع، يعني أكيد إحنا علينا كيف بدي احكي من وازع الديني والوازع الوطني. وازع الوطني زي ما ان احنا كنكون مواطنين حقوقنا. مواطنين وبنمارس المواطنه اكيد بكل صفاتها ومظاهرها. علينا واجبات، علينا زي ما قلنا حقوق، علينا واجبات. انا بدي اشكركم، امنياتنا لهي المبادره ان شاء الله بالاستمراريه والتوفيق. تحياتنا لكل طلاب جامعات آل البيت، خاصه الطلاب المنضمين لهي المبادره. شكرا لحضرتك اسامه حلمي ابو سماقي، اهلا وسهلا فيك. وحضرتك مشرف على هاي المبادره، سريعا يعني يمكن ثواني. بحب اشكر الاهل الداعمين، تعرف يا تحدي انه الواحد يعمل عمل لا منهجي. بحب اشكر الاستاذ صدام الخوالدة في محافظة المفرق من تحية شباب كل الاردن. بحب اشكر زميلتي لانها بتمثل المرأة العامل والمسؤولة عن دور في المجتمع. نعم ان شاء الله. شكرا لحضرتك سميرة ابو سماقي، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية. مشاهدينا وصلنا احنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بداية نهار ان شاء الله بيحمل الكل الرزق الطيب والخير. دائما انا بركز في كل حلقة، ثقتنا بالله عز وجل بانه